فالمشاكل كثيرة، المشاكل الموجودة في السودان كثيرة. في مشاكل بتاعت government، يعني التعليم ده المفروض انه حق لكل الناس، بروفيسور شريف واحتمال حد باقي جيلنا، احنا اتعلمنا في تعليم عام، التعليم العام كان كويس احسن اساسا بتلقاهم مدارس الحكومية ما مدارس الخاصة. بعد ذاك القصة اتدهورت وبقت المدارس يعني اللي عنده بيقرا والما عنده ما بيقرا، حتى يعني كان في يعني لمادة وتفاهة في التعليقات ما عنده شيء يقاري لها شنو الى اخره، وما عنده قروش يتعلم يتعالج على الى اخره. فما بنقدر احنا نعمل كل الحاجات، بنقدر نعمل الحاجات اللي هي في التخصص بتاعنا. يعني بروفيسور شريف وانا احنا اساسا جامعيين، احنا عارفين وعندنا اكسس للجامعات، فبنقدر نعرف يا جامعه بتمنح. وانا انتم عارفين انه كان في كم منحه دراسيه بيديها السودان لغير السودانيين، عندكم فكره؟ في زي 30,000 منحة دراسية بتمشي لغير السودانيين في السودان، من جامعة أفريقيا العالمية لجامعة القرآن الكريم لبتاع، في كمية بتاع الطلاب بيصرف عليهم آلاف الدولارات على حسابنا نحن. ولأنه الدولة كان مؤدلجة وماشية في اتجاه محدد، دولة بتاع كيزان، فكان بيدوها لناس بس، فما قليلين جدا من الناس اللي كان بيكون عندهم فرصة. الحاجات دي كلها هسه نحن دايرين نحولها لصالح المواطن السوداني، دولتنا نحن دولة المواطنين السودانيين. يعني ما في مشكلة انه ندعم غيرنا، لكن نحن اذا كان ما عندنا ندعم غيرنا كيف يعني؟ مش كده؟ فيبقى يا اخواننا عشان القصة ما نتوسع، في ناس والله فاقدي سند مشردين، في ناس عندهم مشاكل بتاعت علاج، في ناس عندهم مشاكل، في مشاكل كثيرة. نحن ندعو باقي الناس اللي عندهم مبادرات في مجالاتهم في تخصصاتهم انه يتعاونوا معانا، لكن نحن دايرين نمسك الشريحه دي بتاعت التعليم. يعني مين زول امتحن شهاده سودانيه او امتحن وخلاها ولا كده وموجود في الاعتصام هنا ده وصابيها من السوار بتوعنا على النفق ولا في المتاريس، دي اللي احنا بنقدر نساعده، لانه دي حاجه نحن طوالي بنقدر نتدخل فيها. زول داير يمتحن شهاده، هنشوف حته تسكنه، في اساتذه كتار في الباحثين السودانيين، اساتذه بتوع الرياضيات والانجليزي قالوا مستعدين ندرسهم مجانا، يعني نجهزهم لانه يمتحنوا الشهاده، وبعد كده نشوف الجامعات اللي ممكن تقبلهم، ولو في قروش بتاعت رسوم بتاعت تسجيل ولا اي رسوم ثانيه نتكفل بها نحن كمجموعه بتاعت باحثين سودانيين. لو في زول في فرصه بتاعت دراسه في الهند، دراسه في امريكا، في المانيا، في انجلترا، في اي حته، الزول مستعد ومؤهل ولا ممكن ناهله نحن لانه تجيه المنحه الدراسيه دي. فالموضوع ده يبدا بالحصر، يعني في البدايه الحصري بتاعنا بيمشي للشريحه دي. لو نزلنا لتحت يا اخواننا، نزلنا لتحت شديد، ممكن القصه تتوسع وتبقى دي مساله بتاع الدوله، يبقى لا قدرنا نساعد الناس ولا قدرنا انه نعمل حاجتنا دايرين نعملها. احنا نركز فيها وتمشي لقدام. كل الاطفال اللي هنا الموجودين زي اولادنا، ما يعني لازم نساعدهم، لكن المبادره تحديدا بتبدا من الزول اللي امتحن شهاده وانت طالع لفوق. الناس التحدي احنا بنتعاون معاهم وندعمهم بصوره خاصه، لكن المبادره بتبدا من الزول اللي امتحن شهاده سودانيه ولا داير يمتحن شهاده سودانيه، من سوار على النفق والمتاريس والناس الموجودين في قسم القياده العامه، عشان بس تكون سبيسيفيك. طيب، الحمد لله على السلامه. تفضل تعال. تفضل. فأنا يعني بشكر البروفيسور شريف والدكتور أنور بعرة، وهم طبعا خرجوا من دول يعني زي ما بيسموها ديفولبت كانتري، يعني على مستوى العالم كله الجنوبية الموضوع خلاص انتهى، وبريطانيا المملكة المتحدة أول بريطانيا العظمى، فيعني الموضوع انتهى خلاص. يعني هم طبعا في الجيل كان التعليم كان قبل ما يصفوا التعليم يعني بلقوا فرصة يعني التعليم كان كل الطبقات يعني،
قبل ما يصفوا السكن الجعش يصفوا الكيزان دي ويقدموا التعليم النهاية يقدموا السينما التعليمي من 6-3-3 ل 8-3 ذاته يعني بقت في النهاية يعني التعليم بقت يعني تدفع يعني حتى قبل فترة قبل ما السقوط الأخير ده كان تدفع التعليم قال ما في تعليم من غير جوز بس الناس تدفع بس وهم طبعا قالوا كده يعني فالآن يعني هسه دين أحيوا الروح ومبادرتهم مبادرة جميلة جدا جدا فأنا يعني بتطوع إنه أحصل الناس وبشكرهم يعني على هذه الإضاءة وطبعا السبريد أو زي الشيشن يعني روح المبادرة ده تطور أوروبا وتطور الدول العالم الأول يعني إن عندهم روح المبادرة يعني وطبعا ده في مبادئ بعد الإدارة فأنا بشكرهم على ذلك بشكر البروفيسور شريف طبعا هو من منطقة شباب فشباب طبعا يعني منطقة عاجبة المبدعين يعني منهم الفنان المخضر عبد المجيد ولاعب الكورة القدم الأسبق حضرة يعني مودة زمان ومن حضرة السياسي المبلوع وطبعا في شباب قالوا شنو شباب اثنين مجلسنا الحياة والعباف عرسنا أستاذ الغرام شنو مدرسنا فبشكر على ذلك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شباب مداخلات الوعي برضو متطور يعني نحن الجيل ده المبادرة بتاعتهم أكيد هون زادوا يعني حتى كان يجيبون فرصة هون يعبر عن هون الطريقة ذاته زي ما قلتوا المبادرة جات من شنو الباحثين السودانيين الباحثين يعني تبحث يعني بحث علمي هون بدكم الطريقة العلمية بعدين قال لي تبدأ دائما بأي طريقة علمية نحن نبدأ بالإحصائيات دكتور أنور أنا بس أنا شايف إنه بدينا أول حاجة كمبادرة الباحثين السودانيين بيجت في ذاتها مثلا حتى بتاع السيتين إندي بيت ماسك الإحصائيات لأنه أصلا ما في إحصائيات أنا شايفها قاعدة تطلع وتبدأ بالمبادرة بتاع شنو بحصر الناس ذاتهم في السيتين اللي كانت كيف بطرق علمية كسر حتى من السيكتور بطريقة معينة بعدين كنت لما تكون عندك الداتا دي بتقدر بعد تفرز الناس المحتاجين للمساعدة فكانت مساعدة من ناحية بتاع التعليم من ناحية الصحة من ناحية طبعا دي حاجه زي ما قلت ان احنا كل ما نمشي نكبر حاجه بتبقى اصعب لكن كل ما كان بس حددنا البحث دايما بيكون دايما حاجه شنو فوكس يعني حاجه يكون فوكس كل ما كان نحن عملنا الفوكس بتاعنا بس حاليا كانت ماشيه لانه شنو نجمع بيانات بعدك تفرس تعرف يعني دي اللي كان الاوبجكتيف الاول كان بطريقه مور بيرفكت كان بطريقه سمارت كل ما كان النتيجه حتكون افضل وبعدين بنقدر كيف نصنف الحاجات دي ونقدر نساعد الناس بطريقه الناس كثيره حتساعد متاكد الناس اللي بيقولوا فيه بس الناس اللي بيقولوا انه نعمل كده متاكد انه الشعب السوداني شايف زي ما شايف الناس هذه الشعب السوداني شكرا لك شكرا جزيلا وكالة الأبحاث المتقدمة لوزارة الدفاع الأمريكية داربا قالت بعد 30 سنة من الإنترنت هل الإنترنت والناس الموجودين فيها
ممكن يعملوا حاجات يعني كبيره كبيره شديد، زي ما حصل مثلا في موضوع التعليم اللي هو الاونلاين اوبن كورسز اللي هي الموكس، انه في فصل قدموا ناس ام اي تي حضروا الفصل ده حضروا 100,000 نفر، فدي تخيل انت محاضر واحد بتدرس لك 100,000 نفر، دي حاجه كبيره شديد صح. فكان السؤال بتاعهم هل ممكن نعمل حاجات كبيره شديد، فطرحوا مسابقه على مستوى امريكا انه في 8 بالونات هنخدهم موزعين، انا حدارين الناس تكون فرق بتاعت عمل وتلقى لنا 8 بالونات دي، لان نشوف اقصر زمن ممكن الناس تلقى فيه 8 بالونات دي على مستوى امريكا. ففي بروفيسور اسمه اليكس بنتلاند، هو مدير للحاجه اسمها الهيومن داينامكس في الام اي تي ميديا لاب، الزول ده كون فريق، والفريق ده لقى 8 بالونات في 8 ساعات على مستوى امريكا. فالحصل شنو؟ الحصل انه الزول ده مش وانما انا حديك قروش لو ساعدت زول، ساعدت انت جبت لي زول تاني يفتش معاك البالونات، فبقى الحافز ما موجود في انه انا القى البالون، انما انه انا اشغل معاي زول تاني يلقى البالون. بالتالي هو شغل مجموعه بتاعت ناس في السوشيال ميديا عشان يلقوا البالون. يعني بعد ساعه بالضبط واحد قال هي جنب بيتنا هنا في بالون، الكلام ده انتشر في السوشيال ميديا، فبقت في زي ما يقولوا شبكه كامله بتاعت التعاون. أنا إحنا أسي الإحصاء بتاعنا على الوحيد الاعتصام ده ممكن يتم بنفس الطريقة، في إنه إحنا نحفز التعاون في إنه نعد الناس. يعني بدل ما أنا أمشي أقول 1 2 3 4 5، نحاول نوجد لنا طريقة ذكية بإنه كل زول يكون عنده شبكة بتاعت ناس، الشبكة دي بتعد شبكة بتاعت ناس، والشبكة دي كده الشبكات كلها تلم العدد ممكن في دقيقة واحدة بس. لو لقينا صياغة مناسبة للحاجة دي ممكن تتم كيف؟ ممكن الناس تتقسم لقطاعات مش كده؟ انه الترس ده اسف اللحظه دي فيه 5 اشخاص، عليك الله يا اخواننا اي زول ثاني يجي يعده، يعني بعد الخمسه ديل 6 7 8 9 10 يكون في زول ثاني مزول مثلا من الخروج. فهي افكار، فالناس ممكن تسي تعمل عصف ذهني حولي كيف احنا ممكن نعد الناس في محيط الاعتصام بعد ما عديناهم، اساميهم منو، عمرهم كم، مرحلتهم التعليميه شنو الى اخره. طبعا ده غير الاحصاء الدقيق الدارين انه احنا لسوار النفق و و و والمتاريس. فأي أفكار يا شباب تفضل. طبعا تاسك ما سهلة، خاصة من الناس متحركين، يعني بقالة الدول الناس متحركين باستمرار، فكونك تحسب الناس 1 2 3 دي حد ذاته مشكلة يعني. طبعا في بعض الناس كانوا بيلقوا لبعض الطرق بتاعت التصوير، يعني تصور كده بعدين تبدا تحسب للناس. طبعا دي بتقتضي بانه احنا عاوزين حاجه حاجه هليكوبتر ولا كده تصور للناس كويس. فعاوزين افكار وعاوزين مقومين يعني للشغلانيه دي. فالفلور لكم تفضل. أنا محمد يعقوب أحمد. الفكرة هي كالآتي، زمان في البرمجة أنا ما أعرف الأسامي بالضبط شنو، لكن نسمي ده عوض الجيد، نسمي ده عباس. فعباس وعوض الجيد دي شغالين مع بعض، شغالين كودي برمجة، شغالين مع بعض. فعباس عنده يا أخوانا بروفيسور شريف حيستأذن، فأيوة أخوانا تفضل. هنعمل الجروب بتاع الواتساب وكل المتطوعين حيكونوا موجودين فيه إن شاء الله. شكرا لك يا بروف. فعباس عنده تيم بيجيب المعلومات، وعوض الجيد عنده تيم بيعمل كودينج. في النهاية الاثنين بيتلاقوا في شنو؟ عوض الجيد بيشيل الكودينج كلها بتاعت الشباب التيم اللي عمله بيرفعوا له في حتة معينة، فهو بيجيب الأكواد دي كلها بيلمها مع بعض عشان يعمل نيو جينيريشن جديد، مثلا لكودينج لحاجة جديدة. فلقى انه يا اخي انا بشيل من ده وبشيل من ده، بحاول بلقط الحاجات دي كلها في حته، فبيحصل ايرور، بيحصل خطا. فقام معايا حاجه اسمها جيت هاب. الناس تعمل شنو؟ قال يا اخي انا احنا كلنا نتلم في الجيت هاب، انا عندي فلان وعلان وعلان وعلان. طيب تمام، انا كمحمد يعقوب عملت الكود رفعته، بيجي احمد، بيجي احمد بينزل الكود بيحاول يعمل فيه حاجه جديده. اول ما عمل حاجه جديده بيرفعه بيقول له يا اخي
لو رفعوا مثلا دكتور انور قبل احمد قول له والله يا دكتور انور ده رفع الكود، فانت اعمل داونلود للكود ده مع كودك الاثنين بيكون بيدمجوا الاثنين مع بعض، ايوه الاثنين مع بعض، وقول له يا اخي ده الكود الجديد، هل انت تتعدل حاجه ولا لا؟ ما تتعدل حاجه تعمل له بوش. فانا هنا ليه ما نعمل حاجه بسيطه، جوجل فور، جوجل فور نوزعها في الجروبات باسم المبادره دي والناس تسجل منها، بعد ذاك نحن بتجينا الحاجات دي كلها ونبدا نحن شنو نفرس. فاي زول من هنا ده عنده، اي واحد مننا عنده فيسبوك عنده كميه بتاعه جروبات، بنات عندهم جروبات خاصه بهم، الاولاد عندهم جروبات خاصه بهم، عندنا جروبات للاحتصام زاد كلنا ننزلها، بعدين نسرس للفكره اللي انا بدور. شكرا لك. لو في اي افكار ثانيه يا شباب تعال كده لكن قربي عشان المايك بس لانه متابعين. كبيرة والطريقة بتاعت المسح التقليدي يعني، وانت اصلا يعني مزارة انك تمسح البوبوليشن بتاع بتاع الاعتصام كله دي من ناحية بحثية فيها مشكلة، لانه البحث العلمي بيشتغل بسامبلز، لانه الانتاير بوبوليشن انت ما بتقدر تمسح، بتعمل عينة تمثيلية والعينة التمثيلية دي بتختارها بناء على اهدافك البحثية، انت عايز شنو، عايز نتائج تعممها، عايز عينات قصدية، انتوا في حاجة محتاجين لها، محتاجين لاستشارات احصائية، والاستشارات الاحصائية دي بتقوم بعد ما انتوا تحددوا الاهداف من المسح شنو، انتوا عايزين مسح اهداف شنو. النموذج السلام ورحمة الله. أنا بس عايز أتكلم في النقطة الرئيسية، النقطة الأولى بتاعت اللي هو المنح الدراسية بتاعت سوار النفق والمتاريس. أنا بشوف إنه لو في ناس كده زي ظلمناهم شوية، في ناس شغالين في المطابخ هاي للخدمات كلها، قلنا الكلام ده كله كل. نعم طيب اوكي، طيب عشان طيب احنا نسهل الحاجة دي وكل الناس الشغالين في الدروس وفي يعني النفق هناك تابعين للجان الحياة كويس، يبقى نحن مفروض نستفيد من لجان الحياة في الحصر الأول يا أقل شيء، يعني مثلا يا أخي لجان الباسية عندكم كم في على النفق، عندكم كم في الشارع البلدية، عندكم كم في كم، نقوم نحصرهم نحصر، لأنه انت هسه لو جيت قلت لي يا اخي عايز ناس بس تكون عارف كل الداتا
لما تقول لي يا اخي انا حقوم اقول لك عندي فلان وفلان 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 درس لحد المرحله الفلانيه ومحتاج كده وكده وكده كويس. لكن لما مثلا مشي لي زول في ترس لما مشي لي زول في ترس انا ما بعرف مثلا ما تعرف عليه الدرجه يا ده ببدا هنا الموضوع ممكن ياخذ زمن اطول. فالمقترح بتاعي انه الناس تستفيد من لجان الاحياء طالما كلنا قاعدين في الحته دي وفي اي لجنه عامله لها خيمه وقاعده في حته والشباب في التروس دي كلهم اللي هو من لجان الاحياء دي يعني ما من حته بعيده. فالمقترح انه الناس تستفيد من لجان الاحياء في الحته بتاعتها اللي حصل. ممتاز ممتاز شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هذا داسي طرف خيط كويس جدا جدا انه احنا ما محتاجين نعيد اختراع العجله انه في اللجان دي موجوده واللجان دي عارفه كل زول عندهم كم زول في الترس وعندهم كم زول في على النفق وكده. دي حاجه كويسه يعني معناها احنا ما حنبدا من حته ما حنبدا من حته زي بيقولوا من صفر يعني في حاجه اوريدي موجوده ان بليس. فده كلام طيب وكلام جميل جدا يعني. في اي زول اخوانا عنده اضافه ولا حاجه تفضل جيب عن طريق التليفون الرقم بتاع التليفون يعني هم عندهم احصائيه للحاجه زول لو مشى نزل اتصالات بيكونوا عارفين الحاجه دي كويسه كويس يعني الناس تعمل تشيكن ايوه لا هو بيعمل تشيكن براوي التليفون انت لما تجي داخل بالشريحه بتاعتك يعني في عدديه بس على الناس في المحيط بتاع الحته دي انه البروج سجل كم تليفون دخل هي زوج داخل بتليفونه بيقدر يفهم يعني بتكون عندهم الاحصائيه هم شركات سوداني زين ديك عدد بس عدد الناس في الايام ممكن نحسي الفتره الجايه كلها كل يوم في كم نفر محيط الاحتصاب في القياده العامه في كم نفر يعني الحاجه دي شركه الاتصالات بتكون عارفه الحاجه ممكن كارغام بس ما حتى ما تكون فيها داتا كلام يمين جدا راح برضه طبعا الشباب دول كلهم قالوا اقتراحات كويسه من المبادره اللي بتخص شباب النفق والتروس والخدمات كل الناس دي يعني تنحصر وما تمشي بزول ما بيستحق انت قلت له انت خدمتني لقدام منه الناس دي شاركوا في الثوره وصبوها وقعدوا انا شايف انه اسلم حل الناس دي تحصروا بشباب متطوعين يشوفوا الشباب اللي اصلا قاعدين تكون الصباح حق الدور زي ما قلت انت كبير هم بكم 24 ساعه قاعدين يعني اسلم حل من المنزل عشان هم بيستحقوا المبادره دي شايف انه تتم بلجنه الصباح العصر المساء عشان تمشي لهم هم اللي بيستحقوا لانه ما معروف انه محل مثلا يعني احياء هل بيديها لزول معرفه ما معروف شايف انه ده انا اسلم حل شكرا لك صوتك بس دي بتاعت الاضانه شمال طبعا الوالد شاركت لكن انا بس برضه بايد الاستاذ ده شارك انه عن طريق المتطوعين والمتطوعين يمشوا يعني لو مشى مثلا واحد متطوع مثلا واحد مسك شارع النيل او النفق او المدخل بتاع القياده ده شارع حسين عبد الرحمن ده ولا شارع الجمهوريه يكون يمشي اكثر من شخص يمر على نفس الناس ويشوف الاسماء اللي كتبت في الكوتشينير او في الاستبيان ده ولانه لو بقت على اللجان بتاعت لجان الترس او اللجان الموجوده هنا يعني احتمال زي ما قال الاستاذ تمشي يعني زي ما بيقولوا بعد ما نلاقي لمن لا يستحق فانا بتمنى انه تكون عن طريق المتطوعين والمتطوعين ما يمشي نفر واحد ده بعد ما مشى في نفس اليوم يمشي واحد ثاني وثالث كده بعد ذاك عشان تكون في تطابق وبعد ذاك يشوفوا يعملوا مغادرة بين بيرسو ويشوفوا الحاصل شنو يعني بعد ذاك يشوفوا المؤهلات
والناس اللي يعني طبعا ما اصلا المنحه في النهايه في ناس بيكونوا اقرب للهدف يعني بعدين يستهدفوه في المرحله الاولى وبعد ذاك بعد ذاك العمار ويعمل لهم ذاته انا يعني بحب اني اعمل لهم انترفيو معين يعني بعد ما خلاص يرشح الناس يعني يرشح الناس السلكشن المختارين يعمل لهم معاينه يعني وبعد ذاك عشان من خلال المعاينه زي ما بيقولوا شوفوا الناس عندهم رغبه اكثر يعني عشان المنحه ما تكون لوسط يعني زي ما بيقولوا طرقه يعني زي ما بيقولوا في طرقه في المليان يعني واعوذ بالله من الطرقات فكده يعني ده اقتراحي انا وشكرا جزيلا. أقدر أقوله الاقتراحات اللي هذه كلها يعني منطقية جدا لكن نحن وصلت لحد دوش نحن من حدنا كم عندنا كم لا نحن أول شيء دايرين كم نفر دايرين كم منها نحن بعد ذاك ممكن نطلب أكثر قدر من البداية المجموعة كبيرة وفيها ناس كتار مستعدين إنه يساهم طيب ما نحن وصلت في البداية لو عملنا جروبات بس جروب أول مثلا نفرض 50 شيء احنا بنقدر نجمع العدد ده بدقه بنقدر نتحصل على لكن لو فضلنا نجمع نلم الناس وكده وشويه يعني ما حنقدر نشتغل بدقه لو مثلا عملنا الموضوع بجروبات مثلا جروب 1 50 نفر جبنا ال 50 نفر دول بالضبط عملنا مثلا تحديد كل الرغبه والناس اللي هم في حاجه ليها فعلا يكون في 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 حافز اكثر انه نقدر نعمل جروب ونقدر نزيد العدد كده يكون في انجاز لكن لو خلينا مثلا نحن عايزين نحصل ممكن نستهلك زمن ممكن ما نصل للناس اللي هم عايزين انا مقتنع لا استهلك جروب حتى نحدد في عدد زي كده مقعد الناس تروح تشتغل انا شايف انه العدد عدد كده منحة يعني عدد كده نفر مستهدوه فعلا بعد ذاك العدد البعض مثلا هو الثاني في عدد كده منحة العدد اللي فعلا هذاك الناس اللي بيستحقها بالضبط لانه فتحنا العدد كده حنجيب ناس ما نقدر نبلغهم ما تمام طبعا نقدر نخلي الموضوع مفتوح حقه نحدد لنا تارجت جروب نقول له مثلا 100 منحة ال 100 منحه ديل يتنافسوا فيها الناس الموجودين يعني في الترس وفي الخدمات والى اخره الى اخره وبعد كده نبدا الجزء الثاني اللي هو الدفعه الثانيه 100 منحه ثانيه والى اخره يعني يكون الجزء الاول مشى ونبدا الجزء الثاني فدي الفكره العامه الطرحها في اي زول ثاني عنده مقترح ولا اخوان يجي لسد عصفي ذهني ما في زول غلط اي زول بيدع فكره يعني ما في زول غلطان وده فكرته كويسه وده فكرته كويسه كل الافكار اللي ترحب بها وبعد كده تشيل منها الكويس وتحطه في صيغه المبادره
عايزين صور النفق نفسه ميجو يملوا فورم محدد والواحد يرفع فيه صورته على اساس انه دي معلوماتي ودي صورتي. بيجي زول تاني بيجي بنفسه كده بيطابق معلومات الزول ده مع صورته وياخد صوره تاني صورتين دي لما يتطابقوا بيبقى الزول ده والله فعلا من صور النفق فعلا الناس اللي يد الحي ولا اللي يد المتاريس ولا يد الخدمات قالت الزول ده مستحق انه الناس تدعمه في منحه دراسيه ولا كده. وبعدين يا اخواننا احنا بيهمنا نوفر لاكبر قدر ممكن يعني احنا القصه دي عشان برضو العقليه الامنيه يا اخوان الكيزان دي ما دخلوا فينا شك قاعدين ده بيستحق وده ما بيستحق وده بتاع يعني احنا كاساتذه وكباحثين وكاكاديميين احنا بيهمنا الزول المتعلم يتعلم زياده والما متعلم يتعلم يعني قدر ما نوفر احنا نوفر من ناس قادرين انهم بيقدموا لناس محتاجين مش كده. فمهمتنا مهمه بتاع كوردينيشن وماتشنج اكثر من انها مهمه بتاع شنو مهمه بتاع والله يا اخنا امين مخزن المفروض المخزن ده ما اطلع منه اي حاجه اطلع منه اي حاجه يعني الا بحساب وكلام زي ده. فقدر ما تتوفر يعني لو في زول ماخذ منحه بتاعت بكالوريوس واحنا قدرنا نوفر منحه بتاعت ماجستير كويس ما كعب صح مش نقول لا بس الا لكل الناس بكالوريوس فاي حاجه حتكون متوفره ونتمنى انه الناس يا اخوانا تتطوع في المبادره دي باكبر قدر لانه قدر ما يكون في مبادرين ومتطوعين كتار قدر ما نحن نفتح فرص عبر الشبكات عبر الاكسس بتاعنا لناس ثانيه. كان عندك مداخله الموضوع ده انه انا شايف انه الناس ما سنح لهم الفرصه انهم يشوفون في التعريس والاخلاق كلنا بودنا نعمل حاجه يمكن لقينا ما بنكفر يعني الموضوع ده مفترض يعمم على اساس انه اي دوله اي منحه وظيفيه